سيد ياسر ذويب عضو المرصد الكندي للحقوق والحريات، شرفنا سعفي أول ظهور معنا في المباشر في الزيتونة. فكرة عن هذا المرصد سيد ياسر. شكرا سي حسين على هذه الاستضافة. المرصد الحقوق والحريات أسس سنة 2021، هو مرصد الحقوق في كندا على مستوى سيد ياسر الله ينورك، أنت في كندا بلد الإنترنت، حاول أنك ترفع المايك متاعك، خليه قدامك وتكلم باستمرار. نعم الله ينورك. المرصد الكندي حقوق الحريات هي منظمة كندية حقوقية أسست سنة 2023، وبطبيعة الحال تهتم بالشأن الحقوقي في كندا بما فيها الجالية العربية الإسلامية وكل الحركة الحسابية الحقوقي في كندا. بطبيعة الحال مع الشأن التونسي ومع حصل في يوم 25 شوية من الردة على المسار الديمقراطي في تونس، أصبح المرصد الكندي لحقوق الحريات يهتم بالشأن التونسي بصفة جدية ويجعل هذا الاهتمام. هل أصدرتم تقارير سيد ياسر؟ والله التقارير لم تصدر، لم بطبيعة الحال الشأن التونسي على الأقل بالنسبة للفترة الفائتة كان ليست بطويلة. بطبيعة الحال الانقلاب الذي قام به الرجل الطابع في قرطاج قد يصنف جديدا، يجب أن يكون في نوع من الإحصائيات التي قد يتم تجنيحها بعد فترة طويلة. ولكن نعم سيد ياسر، صورة تونس هل ما زالت تلك الصورة عن الربيع العربي لدى الكنديين أم أنه لا أم تغيرت؟ والله سي حسين، صورة تونس منذ 2011 إلى أقول سنة 2021 أوكي كانت صورة حقيقة ما يسمى setting of example، كانت مثال حقيقة يعتبر مسار الربيع العربي، ولكن وبالتالي واعتقد هذا ممكن يتم تقييمه ايجابي وسلبي، بمعنى انه المحلل الكندي او الملاحظ الكندي او الامريكي الشمالي كان يتصور انه تونس كانت المثال العربي الوحيد، وهو حقيقه نعم هذه في جانب كبير من الحقيقه، انه هو النموذج الذي نجح بعد الربيع العربي بالرغم التعقيدات وبالرغم الهلاك التي تعرضت إليه تونس من تلك من الفترة السابقة قبل الانقلاب. نعم. ولكن منذ 25 انقلبت الصورة نوعا ما، وبالتالي للأسف الشديد عدنا إلى ما أسميه الجانب الكلاسيكي أو المثال الكلاسيكي للنموذج العربي الدكتاتوري. بمعنى عدنا أو مثال تونس أو النموذج التونسي عادت أو تونس عادت إلى النموذج العربي الكلاسيكي للدكتاتورية ولانخرام المؤسسات السياسيه والديمقراطيه، وهذا الذي كنا نحاول ان نقيم انفسنا وبالاحرى ان تنجح التجربه التونسيه الرائده وما تبقى من الربيع العربي وما تبقى من النموذج التونسي اصبح اليوم صعب جدا عنه بعد هذا الانقلاب الذي حصل وبعض هذه الهدات الكبيره والرده الكبيره في المؤسسات في الشأن السياسي الشأن العام. في اليوم الكنديين وصانع القرار الكندي يتحسر إن صح التعبير عن هذا النموذج الذي بطبيعة الحال نحن نعلم جيدا أن الغرب ساهم كثير في نجاح التعبير. وقد نعود نعم المهم الآن سيد ياسر في هذه المداخلة الأولى، يعني يحز في نفسكم كناشطين حقوقيين في كندا ارتداد التجربة التونسية إلى ما سميتها بالنظرة الكلاسيكية للبلدان العربية ديكتاتورية، وكما سنعود بعد قليل إلى مدى تأثير بياناتكم ربما على المواقف الرسمية لكندا، خاصة عندما نعرف أن كندا هي أهم الدول المؤثرة في الفرنكفونية، ونعرف أن كندا كان موقفها واضحا ورفضت التئام القمة الفرنكفونية في جربة المدة الفارطة
ومدى تأثير بياناتكم كما قلت.